فيما يخص قضية الموز ما نظنش بلي قضية موجودة. احنا اليوم فيه نقص في السوق الجزائرية، فيه نقص لهذه المادة ما أدى بارتفاع أسعارها. معادلة بسيطة جدا، النقص في السلع يؤدي إلى التهاب في الأسعار. ما هو الحل؟ هي رفع نسبة الاستيراد، وهذا بقرار السلطات العمومية. فيه دفتر أعباء راح يكون مع كل المصدرين أو المستوردين عفوا لهذه المادة. دفتر الأعباء وش راح يكون فيه؟ احترام أولا السعر المرجعية في العالم. مش مقبول أن بعض الدول اللي ما تنتج هذه المادة تبيعها بأقل سعر من الجزائر، قاعد يستوردوها من دول معروفة. وبالتالي الشرط الأول راح يكون احترام الأسعار وتتبعها. الشرط الثاني نحول هؤلاء المستوردين تدريجيا إلى مستثمرين.